طيب بالنسبه لقريه انتاج العطور ما نعديش عليها كده، يعني احنا عندنا قريه بتنتج عطور تنافس فرنسا؟ هي مش بتنافس فرنسا، هي بتصدر عجينه الياسمين وعجينه البارينج الماده الخام؟ الماده الخام. ده ينفع كده؟ لان احنا ما عندناش النو هاو او تكنولوجي اللي احنا نعمل بيه البرفيوم نفسه او العطور نفسها، انما المصدر الماده الخام من عندنا. استخلاص الماده الخام من الياسمين ومن اللارينج ومن بعض النباتات العطريه والطبيه يتم في المصانع ديت. عايز اقول لحضرتك يعني عدد كبير جدا من الافدنه مزروع في هذه القريه، يعني يصل لحوالي 2000 فدان من الياسمين بيستخلص منهم هذه العجينه، وبيستخلص منهم زيت مركز ايضا بيستخدم في صناعه العطور في فرنسا. طب انا ليه ما اعملش مصنع هنا، اجيب مستثمر فرنسي وهذا المستثمر اللي عنده النو هاو او عنده الفكره بتاعت انتاج العطور، وبدل ما بصدر له العجينه يبقى المصدر جنبه وهو يشتغل ايدي عامله من عندي، ونتعلم منه طريقه انتاج هذه البرفيوم او العطور. طيب اللي فاضل لنا بقى العسل. حضرتك قلت ان العسل بيتم تصديره لبره، طب هو ايه المشكله ان يتم انتاج عسل ينفع يتصدر وكمان يبقى فيه داخل الاسواق، بدل ما الاعلان اللي كان دايما بيقول فلان الفلاني وليس لنا فروع اخرى؟ لا خليني اقول لحضرتك برضو، يعني زي باقي المصانع في بعض المصانع فيها مناحل كبيره جدا، والمناحل دي بتطلع كميات كبيره من العسل، مش بس العسل ومنتجاته كمان، دمع العسل وزي ملكات النحل وحبوب اللقاح، يعني كل المنتجات اللي لها علاقه بالعسل. جزء منها بيصدر، دي المصانع الكبيره، والجزء الاخر هي المصانع الصغيره بتدي انتاج محلي، لكن للاسف ما هياش مرخصه، فمحتاجه ان احنا نقنن اوضاعها، وده اللي احنا في المحافظه بنشتغل عليه عشان يقدر ان هو يدي مصدر. لازم يبقى عنده رخصه، لازم يبقى يستطيع ان هو يشتغل بشكل شرعي او بشكل قانوني، فبيضطر يدي وسيط، الوسيط طبعا بياخد منه بسعر قليل، بيصدر هو نيابه عنه بسعر اكبر، او انه بينزل المنتج المحلي بتاعه في الاسواق المصريه بس مش باسمه، باسم شخص اخر لانه برضه مش مرخص. فاول شيء مهم جدا في جميع المصانع مش بس العسل، وكمان الزبيب والفخار والى اخره، كل المصانع دي لازم يقنن وضعها لان معظمهم بيشتغلوا. ده اللي انا لسه كنت هسال حضرتك فيه، احنا دلوقتي حطينا ايدينا على كل المشاكل، والدوله عايزه تحل المشاكل دي لانها بتشجع المنتج المحلي، يعني فده وقتنا ان احنا بقى نستغل الفرصه دي، هنعمل ايه؟ ده دورنا حضرتك في المحليات، دورنا في المحافظه ان احنا بنقنن اوضاعهم، واحنا دعيناهم لتواجدهم داخل المحافظه، بندرس وضع كل مصنع بينهم، بنعمل ترخيص مؤقت ليهم دلوقتي لغايه لما نقنن اوضاعهم بشكل رسمي وبشكل شرعي، يستطيعوا من خلال ان هم يستصدروا رخصه لمزاوله النشاط، وبالتالي هيستطيعوا ان هم يبقى انتاجهم اكثر، يجيبوا عماله بشكل شرعي، يستطيعوا ان هم يصدروا بعد ذلك، مجرد انهم يبقى شكلهم شكل رسمي وشرعي داخل الدوله. الطرق بقى والمواصلات وكل اللي كانوا بيشتكوا منه هيتحل خلاص؟ طبعا ده هو، عشان كده لازم تبقى قريه نموذجيه، والنموذجيه لازم يكون عندها طريق. اولا الطريق ده مهم جدا طبعا، سواء كانت الطرق الداخليه او الطرق المؤديه الى القريه عشان تنقلي اليها المواد الخام، او علشان تطلعي المنتج يوصل الى الخارج، انت محتاجه لطرق كويسه. ايضا محتاجه ان المستثمر لما يجي يلاقي طريق كويس اكيد على هذا الطريق. لو في لا قدر الله محتاجين حمايه مدنيه او اسعاف او شرطه الى اخره، لازم يكون في طرق ممهده. ده احنا في خطه لجذب مستثمرين كمان. طبعا يا فندم، الله ينور. لا والله بجد احنا كده يعني احنا داخلين في يعني في الطريق الصح. هو ده اللي احنا فاكرينه. امتى بقى؟ احنا عدينا الدراسه خلاص، وهنرفعها ان شاء الله لوزاره التنميه، ومنها الى دوله رئيس الوزراء، وان شاء الله يكون في يعني موافقه عليها مبدئيه. ثم احنا في نفس الوقت بنتكلم مع البنوك، بنتكلم مع المستثمرين، بحيث ان لو كان في موافقه رسميه من الدوله هيكون الامور جاهزه باذن الله. وخليني اقول لحضرتك برضو خبر كويس، ان احنا عندنا في منطقه قتامه خلاص اخذنا ارض حوالي 11 فدان، دي هتبقى مجمع صناعي لورش انتاج الاثاث، ومعاها مركز تدريب مهني لصناع الاثاث والصناعات الملحقه بيه زي التنجيد. هتنافسوا دمياط بقى ولا ايه؟ هو يا فندم خلينا اقول احنا بننتج حاجات، يعني حضرتك شايفه يمكن في الصوره قدامي، انا شايف التلفزيون حاجات يمكن شبه دمياط،
عايزين نقول احسن، ولكن يعني في نفس المستوى. او حلوه المنافسه دي على فكره، بتخلي كل واحد يبقى عايز يقدم الجديد ويقدم الافضل، وبالتالي الناس نفسها المواطن هو اللي بيستفيد اكيد. يعني خليني اقول لحضرتك اسعار الغرف اللي حضرتك شايفاها في التلفزيون، يعني مقارنه بالقاهره واسكندريه والمحافظات الكبيره اسعار قليله جدا، فهو بيضطر برضه يبيعها بهذه الاسعار القليله لوسيط، والوسيط بيكسب منه وبيديها لتاجر اكبر، لان هو برضه في بعض الاحيان مش قادر يسوق او ما يعرفش يطلع السوق الخارجي. عشان كده قررنا ان شاء الله في شهر 3، في منتصف شهر 3 ان شاء الله هنعمل معرضين كبار لهذه الكره المنتجه داخل الغربيه. هندعو كل التلفزيونات والصحافه والمستثمرين يجوا يتفرجوا على انتاج محافظه الغربيه والكره المنتجه، وهيبقى تحت شعار زي ما قلنا نحن الاكثر انتاجا ان شاء الله.